المصريين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللجنة الموقرة، المرشحين العظماء، أساتذتي وزملائي الأفاضل، أسعد الله مساءكم وقتكم. الموضوع مش موضوع بالي حاطة. أنا حكيت في البرزنتيشن بتاعتي دي في أربع محاور. المحور الأولاني واحد ما قبل ما كنت عميد، وبعدين محور ما كنت عميد، وبعدين محور المستقبلي اللي مكتوب في الخطه الاستراتيجيه او مكتوب في البرنامج الانتخابي الموجود بين ايدي حضراتكم، ثم محور رابع احتفظ باسمه لغايه ما يجي، لان اعتقد ده مهم جدا ليا ولكل من حضراتكم، وهو على النواحي الماليه والماديه. بسم الله. المستشفيات الجامعيه، انا كنت بشرف ان انا عندي خبره مش متواضعه جدا في اداره المستشفيات والقطاعات الخاصه، وتوليت اداره المستشفى الجامعي للاطفال في زمن فيري كريتيكال، لانه كان زمن في الحقيقه في حريق المستشفى الشاطبي وقت اطفال حديث الولاده، زائد ان مستشفى ساعه ما استلمتها كان 60% منها مغلق بدعوه ان هي قابله للسقوط وغير قابله للتجديد. عملنا مشاريع تجديد كثيره جدا، منها بناء جديد، وده كان طبعا ضد التيار خاص في هذا الوقت، ضد فكره من الدوله والمخابرات وفكره رئاسه الوزراء، لكن كان المعاول حاجه من الاثنين، تو بي اور نوت تو بي. وانا قلت للدكتور بدا اياميها، انا هستلم المستشفى بس ارجوك اعمل لي سبورت انت والدكتور بدا ان انا اعمل اي حاجه بدون الرجوع لاي نظمه روائح ماليه وانا متحمل هذه المسؤوليه. الدكتور بلال قال لي اوكي، بس انا مش هدفع لك سعر، لان اي سعر هيطلع من الدوله هيعتبر اهداء معاها. وانا قبلت هذا التحدي، بنينا في هذه الجنينه مركز متطور للبلاد ديزيزز والمرض الترانسبلانت وبالمرض ده، عملنا وحده كبيره جدا لوحده الكلى، العينيه بتتنام في العنابر مع الاغنيه بتاعت النمونيا، ووسعنا وحده التسريب لحوالي 20 حضانه، وعملنا حوالي اربع خمس مشاريع. قيمه المشاريع اللي اتعملت، احنا عملنا 14 مشروع مسجلين ومقننين باداره هندسيه وناحيه ماليه. هذه الاربع مشاريع انا بشرف ان ما كانش مستشفى الاطفال فقط، كنت بشرف مستشفى الاطفال، الباطنه والجراحه في نفس الوقت. فاكر استقبال الطوارئ بتاع الجراحه كان مقفول بقاله زياده عن 15 سنه دكتور ماهر، وبقرار من الدكتور ماهر افتحه وصلحه وعمله مركز خدمات يوم واحد او بحدث واحد. المهم ال 15 مشروع دول انا بعتزل بيهم جدا في بدايه حياتي العمليه في القطاع العام. كانت تكلفتهم حوالي 6 مليون و 185 الف جنيه، غير 3 مليون تبرع بيهم واحد صديق عشان يخلي مليون لكل جمعيه لصرف على حاجه هو شايف ان هي. عملنا صرف على الاستقبال والطوارئ بصدقه جاريه او بيسميها وديعه بمليون جنيه، الامراض السرطان والدم، ثم امراض العنايه المركزه واطفال حديث الولاده. قيمه التبرعات دي وصلت حوالي 9 مليون و185 الف جنيه. الاهتمام بالجانب البشري قبل ما يبقى عميل في الكليه كان مهم جدا. احنا عملنا اول كواليتي سنتر في مستشفى جامعي كان في مستشفى الاطفال. كان اول اتفاقيه عملناها عشان الناحيه البشريه زي ما تفضلتوا جميعا، هي عنصر اهم حاجه في الاداره في المستشفيات مستقبل المستشفيات. عملنا الاتفاقيه مع الجامعه الامريكيه، كانت اول مره الجامعه الامريكيه تطلع بره القاهره عشان تيجي تعمل اتفاقيه في اسكندريه، ودرس فيها حوالي 40 دارس، منهم 25 دارس انا كنت واحد منهم، اخذنا توتال كواليتي مانجمنت اند كير. 25 واحد دول مش كلهم دكاتره، دكاتره مهندسين تمريض اطباء عمال مهندسين، كل دول كانوا بيدرسوا معانا. تاني حاجه اتفقنا مع حاجه اسمها كواليتي اسوشيت لشركه امريكاني لاداره المستشفيات وتنميه البشريه في المستشفيات، وعملنا لمده سنه حاجه اسمها هوسبيتال ستاف ممبرز، حاجه اسمها يير هوسبيتال بيست تريننج كواليتي، حاجه اسمها سي بي اتش كيو او سيرتيفايد بروفيشنال هيلث كير كواليتي، دي اعلى شهاده كواليتي موجوده في العالم. وانا بفخر ان في كليه الطب جامعه اسكندريه احد اربعه منهم، اول واحد دكتور مجدي جمال اخذ الزماله الامريكيه في الكواليتي. فاحنا عندنا في الاستاف دلوقتي بتاع الكليه حوالي خمسه معاهم زماله امريكيه في الكواليتي.
تاني حاجة خمسين أخذنا عملنا كذا دورة في التريننج أوف ذا ترينرز، وبرضه تريننج أوف ذا ترينرز دي كان بيشارك فيها كل أنواع الأطياف اللي بتشتغل في المستشفيات، مش أطباء بس لكن أطباء وتمريض ومهندسين وموظفين. ودي خرجت بالاشتراك مع تامبس، مشروع التامبس اللي كان عنده الدكتور بلال مع الجانب السويدي، عملنا حوالي 12 جلسة تي أو تي، خرجت حوالي 50 واحد عندهم تريننج أوف ذا ترينر، 75 واحد عملنا لهم ايفيدنس بيس كلينيكال براكتس جايدلاينز. احنا انشأنا أول مركز في الشرق الأوسط وفي مصر عن حاجة اسمها ايفيدنس بيس كلينيكال براكتس جايدلاينز. تاني سنة على طول اشتركنا أو اختارونا كأول دولة خارج أوروبا وتاني دولة في أفريقيا كممبرز في حاجة اسمها الكالتيكال كوالتي أند أكريديتيشن يونت مع الجايدلاين انترناشنال نتورك. واحنا دلوقتي عندنا الحمد لله ببلشت 5 أو 6 انترناشنال جايدلاينز طالعين من كلية الطب جامعة اسكندرية بخروج هذا، وفي انترتيوب حوالي 20 كلينيكال براكتس جايدلاين، وفي في الأقسام مش أقل من 100 براكتس جايدلاينز في شتى أنواع الكلينيكال سبيشاليتيز. Quality Awareness Programs عملنا في كل المستشفيات Quality Awareness Programs. 140 Hospital Staff have been trained on writing policies and procedures. احنا دلوقتي عندنا manuals for policies and procedures لأكثر من كل التمريض عنده policy and procedures بتاعته، كل الجراحات عنده policy and procedures بتاعتها، الاستقبال الطوارئ عنده policy and procedures بتاعه، الجهاز الإداري عنده policy and procedures بتاعته، واللي كتبها الناس مش احنا، احنا عملنا لهم awareness وهم اللي كتبوا هذه. ودي تراجع لسه ما تفعلتش، لسه ما تفعلتش، بس اهم حاجة ان احنا عندنا السيستم هنفعله امتى، هو ده اللي جاي ان شاء الله. 124 hospital staff members have been trained on writing policy and procedures for clinical and administrative process. دي اللي حصل في قبل ما اتعلم. اللي بأفخر بيه تاني وسعيدني فيه الدكتور بلال مشكورا من الفيري فار فيجن اللي كان بيدير بيها الكلية هو الدكتور ماهر في هذا الزمن، ان احنا ازاي نقدر نعمل داخل كلية الطب مركز تدريب اكاديمي بيدي شهادات اكاديمية في الهيلث كير ساينسز. عملنا الاتفاقية دي سنة 2008 فبراير 2008 مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسميناها أكاديمية العلوم والرعاية الصحية، واعتقد معظمنا أنا شخصيا طالب فيها في الـ MBA حاليا وعلى وشك أن أخلص. في عندنا ثلاث أربع أساتذة خلصوا الـ MBA منهم دكتور مجدي، دكتور أحمد قاعد راح يخلص معايا إن شاء الله، بتدي دبلومة في الكواليتي أوف هيلث ساينسز، بتدي دبلومة إن هوسبيتال انفورميشن سيستم مانجمنت، وبتدي ماستر إن كواليتي هيلث ماستر. خرجنا كام؟ خرجنا 125 دبلومة، وخرجنا 50 MBA، وخرجنا 10 معاهم دلوقتي ماسترز إن انفورميشن سيستم مانجمنت. ده قبل يعني احنا اهتمينا من احنا انا دخلت شخصيا بقى في الشغل الاداري الصح في المستشفيات، وبعدين انا عمل عشان فتره العماله لازم عشان نشتغل صح يا جماعه كان لازم احط فيجن احنا هنعمل ايه في المستشفيات الجامعيه وهنعمل ايه في التعليم وما هالعلاقه ما بين التعليم والمستشفيات الجامعيه. دي انتجرال بارت، وانا ادعوكم جميعا انكم تروي فيزيت، ارجوكم بصوا تاني على الاستراتيجيك بلان المعمول لمده 5 سنين، ما عملوش لمده 3 سنين، عملناه لمده 5 سنين وما كانش فيه لازم نحط فيه مستشفيات جامعيه، لا، لان السكاب كان شارط علينا العمليه التعليميه فقط وملوش اي علاقه بالمستشفيات. احنا شرطنا ان احنا نحط المستشفيات از ابار. من فضلكم تراجعوا الاستراتيجيه بتاعت الصرف اللي اتحطت سنه 2008 اللي كان ليها شرف ان نحط فيها كده. المستشفيات الجامعيه اللي حاطين فيها بتاعتها كان عندنا اولويات زي ما السادة الزملاء قالوا، طب نبتدي مين الأول؟ نبتدي بتعليم ولا نبتدي بمستشفيات؟ ولا نبتدي الاثنين مع بعض؟ في أولويات يا جماعة. أنا هرجع تاني هقول، لما ببني الاستراتيجي بتاعي ببنيها على برايورتيز. أنا عندي ملفين تو فيري هوت فايلز، واحد باسمه السيكاب يعني اعتماد الكلية من الناحية الأكاديمية لازم أخلصه 30 شهر بتكلفة قد كده. وعندي مستشفيات لازم أخلصها في خلال 5 سنين حسب الخطة الاستراتيجية بتكلفة قد كده. طب أنا عندي resources، أنا عندي موارد وعندي متطلبات وعندي أولويات،
لازم استثمر يا جماعه الفلوس اللي عندي، ودي اسمه التخطيط المالي الاستراتيجي. لازم اخطط التخطيط المالي الاستراتيجي بتاعي على حسب اولوياتي. فاحنا حطينا اولوياتنا للاتي، وهقول لكم في 3 سنين عملنا ايه. حطينا اولويات، احنا لازم نخلص السكاب في 3 سنين، ونخلص معاه كتير جدا من الانفراستراكشر بتاعت المستشفيات. وقلنا اخر سنتين، وده مكتوب في الخطه الاستراتيجيه، بنسميهم سنتين المستشفيات الجامعيه اللي بتيجي تظهر فيهم تفعيل الانفراستراكشر. ده ببساطه البريورتيزيشن بيزد على الخطه الاستراتيجيه، بيزد على حاجه اسمها ريفينز اللي هي المصادر، والاكسبنسز اللي هي المصروفات. 2008 2013 زي ما قلنا المستشفيات الجامعيه ان انتجرا بارت، كان عندنا مشاكل لا حصر لها. يعني اللي قالوا الزمايله دول ده فضل منهم وعدل، انا عندي من اللي انتم شفتوه او عرضتوه ده ما تشيب له الولدان. ها عندنا مشاكل في البنيه الاساسيه، في الصرف الصحي، في الالكترومكانكس يعني في الاسانسيرات والتكييف والكهرباء، ما عندناش كهرباء، ما عندناش اي سيفتي ميجر موجود في اي مستشفى في كليه الطب ولا في مصر. سيفتي ميجرز حضراتكم ازاي؟ ما عندناش ايفاكويشن بلان، ما عندناش ديزاستر بلان، ما عندناش بوليسي اند بروسيجر، ما عندناش اي حاجه خالص. احنا بنشتغل كده وبستر الله سبحانه وتعالى. فكان لازم اول حاجه نوصلها هي البنيه التحتيه، والبنيه التحتيه بدانا باول تخطيط ان احنا لازم اول حاجه نخلصها، هي طبعا شغاله زي الدومينو، اول حاجه نخلصها لازم هو المبنى اللي قاعد بقاله 20 سنه وكتهت فيه دكتور بلاد كتير جدا عشان يخلصه، اللي كان بدا ربعه بيتجهز عن طريق السكاب، وكان بدا الدكتور بلال مع قسم انفوز وانحسار بيبتدي يشتغل في جزء الاي ان تي. بدانا نشتغل، ادي المنظر الحضاري اللي انتوا بتتكلموا عليه. هنا بقى يجي حته نبتدي بان احسن سلوك البني ادم ولا احسن المناخ اللي بيشتغل فيه عشان سلوكه يتحسن. انا دايما بضربها لما بروح عند محمد احمد حاجه ولما بخش ماكدونالد حاجه، صح؟ اسال الدكتور احمد قنطاوي النهارده لما عملنا اللاتش ريفيو ده للاستقبال، الناس البيهيفير بتاعت ايه؟ هم اللي كانوا بيقعدوا على الدكك في تحت السلم في الاستقبال الجديد، هم النهارده بيحترموا النظافه وبيستخدم الباسكت ويقول لو سمحت، وقاعد معانا مريت مستني تقول الحكيم اتفضل فيتفضل. فتغيير السلوك يا جماعه خلي بالكم، وده في استراتيجيه التغيير، تغيير السلوك لا يمكن يتم الا بتغيير المناخ العام الذي يعيش فيه الانسان. عشان كده بقول احنا في العشوائيات، سمعت الكلمه دي امبارح، احنا في العشوائيات الناس لا لازم نحافظ على المشاريع بيرشات، لا لا، البني ادم لازم يتحط في مناخ ينجز فيه ويبدع فيه ويغير فيه سلوكه عشان يتربى بعد منه يتربى في مناخ احسن. فدي فلسفه لازم تحترم. ادي منظر الحضاري الغير مسبوق عمليات اليوم الواحد، الانتظار بتاع عمليات اليوم الواحد انا اركو انه يفعل بشكل احسن، عيادات الاسنان المتالقه، قسم العيون الاطفال، دكتوره نهال حبشي وزملائها، نهال شفنقيري وزملائها، وهي لو كانت واقفه معايا هنا هي والدكتور تعرف ان انا ساعدتها كتير قوي في ان انا اديها هذا المكان، وان انا اساعدها في تمويله كتير جدا جدا جدا، على عكس ما قيل امبارح. لا، دكتوره نهال انا خيرتها بين انها تفضل موجوده في العياده تحت او ان انقلها فوق واديها 3 أضعاف المساحه اللي كانت فيها، وساعدناها كتير جدا في ان يتعمل هذا القسم العالمي اللي له ريبيتيشن. انا شخصيا فخور بهذه الانسانه وهذا القسم وهذا الاداء الرائع في قسم الاذن والحنجره. عندنا قسم العلاج الطبيعي اتعمل على اعلى مستوى، العيادات الخارجيه اتعملت على اعلى مستوى، قسم الرمد اتعمل على اعلى مستوى، والعمليات التعديل المناخيه غير الفصل التعليمي. ده انوفيشن كان ليه لازم نعمله الاول؟ عشان كان لازم افضي الدور الارضي بتاع العيادات الخارجيه. طب ليه افضيه؟ علشان انا عايز انقل الاستقبال والطوارئ من قلب الكليه اللي هي مصيبه الدنيا كلها، ان الكليه كلها بالليل مستباحه، واطلعهم بره. فعملنا الديزاين، عمل الديزاين ده على فكره ستاندز، وعلى فكره السرير دي موجوده حاليا موجوده في المخزن، ثمن السرير 3500 جنيه. عشان يقول احنا نجيب سراير مش عارف اي حاجه الاستقبال، لا، ثمن السرير الموجود في المخزن حاليا وبالتبرع لقسم الاستقبال الطوارئ 3500 جنيه، والدكتور حبشي يعلم هذا الكلام جيدا. ده المنظر، ده المنظر في التحضير، ده المنظر في الشغل، ده المنظر لما خلصنا، ده العنبر بتاع الاستقبال الطوارئ اللي هيقعد فيه العيان، ودي الاوضه اللي هيقعد فيها العيان، ده عنبر الجراحه وعنبر البطنه. قرنوا العيان هيقعد في اوضه فيها سكشن وفيها اكسل وفيها حمام وفي شاور، ها؟
زي ما كنا بنقول نحمل عين، احنا ممكن نحمل عين. في لكشري لازم يبقى في لكشري. العيان الغلبان له حق علينا، العيان الغلبان له حق علينا، ولله له حق علينا، هنغير له سلوكه عشان ما نشوفش الصوره اللي حطها الدكتور سيد بتاعت العيان اللي جاي مرمي على ترول، انهم احسن ترولات، احسن كاشتور، احسن ستاير على وجه الارض، كلها اختارها الدكتور احمد والدكتور حبشي، وبتكلفه حوالي 1.5 مليون جنيه سراير بس. ب1.5 مليون جنيه دفعهم واحد متبرع في القعده. الوجهه بتاع المستشفى النيل مصيبه كبيره، مستشفى النيل بقى لها 80 سنه ما فيهاش اي ميجر لميجر سيفتي في الدنيا. الصرف الصحي والوجهات عملنا تغيير كامل لكل الصرف الصحي، الانفراستراكشر بتاع الميري اتصرف عليه 60 مليون جنيه، انتوا مش حاسين بيه لحد دلوقتي، ومش هتحسوا بيه دلوقتي لان حصل كله موجود تحت الارض وموجود على واجهات. الواجهات كلها اتغيرت، مش غيرناش عشان يبقى شكلها حلو، مش عشان تاخد الماتشنج بتاع ده الانف واذن وحنجره، على فكره القياسين الانف واذن وحنجره عمرها ما طلع لها قرار حلو. عشان نوصل للشكل ده. ده احنا وصلنا في خلال 3 4 اشهر 6 اشهر بالكثير. ده هيبقى اكتر مش واجهه بس، ده واجهه وفعل. والكلام ده هو متخطط ومتنظم ومعمول له حسابه، وارجوكم ارجعوا للبرنامج الانتخابي.